ألا يقول إن أبي يريد مني حلق اللحية، هل يطيعه؟ لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، طاعة الوالدين في المعروف. أما إذا أمرك والدك بالمعصية فلا تطعه، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.